اهلا اهلا. تعرفنا عن حالك؟ انا اسمي سنوبي من المغرب، انا فنان سيرك وفنان شارع. جيت هون جيت نوريكم شي حوايج كنديرهم. فيك تخبرنا شو يعني فنان شارع؟ فنان الشارع هو الفنان القريب جدا للناس، علشان هو اللي بيروح عند الناس، مش الناس بتجي عنده الستيج تشوفه. انت باغي واحد يكون دمه بارد. انا فنان شارع، وانا والفرقه بتاعي بنعمل سيرك في الشارع، بنروح كل الاماكن العموميه في المدينه وبنعمل شو. الناس بتعطينا فلوس، هذا مش عيب، وبنعمله في كل المدن المغربيه. في وقت من الزمن من حياتي j'ai laissé tomber les études jusqu'à la troisième année, j'ai laissé tout tomber pour faire ce métier. La daraja بتنحب الشغل ديالي. تفضل. واو 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 ما شاء الله.